اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حديث الاسواق. معي انا طلال العجمي. اغلب الناس لما نتكلم عن نتفليكس دائما يتذكرون المسلسلات والبرامج الناجحه مثل ناركوس او بريكنج باد، ولا احد يركز على تقارير الارباح. لكن الاسبوع الماضي كانت الانظار متجهه الى اعلان نتائج الربع الثاني لنتفليكس. نتفليكس تواجه منافسه في سوق البث والتي ادت الى خساره 200 ألف مشترك في الربع الأول، لما توقعت الشركة وحذرت بأن هناك 2 مليون مشترك قد يتم خسارتهم في الربع الثاني. لكن النتائج التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي كانت قصة مختلفة. على الرغم من أن خسارة المشتركين في نتفليكس قد تضخمت ووصلت إلى 970 ألف في الربع الثاني، فقد ارتفع سعر السهم بأكثر من 8% في فترة التداول بعد ساعات العمل، حيث كانت توقعات وول ستريت أن تزيد خسائر المشتركين عن الضعف. تمكنت نتفليكس من زيادة الإيرادات بنسبة 8.6% على أساس سنوي، وزاد صافي الدخل بنسبة 7% تقريبا خلال نفس الفترة. جاءت أرباح السهم قوية عند 3.20 دولار، وكانت التوقعات 2.94 دولار فقط. الدولار القوي يمثل مشكلة لنتفليكس في الربع الثاني تحديداً، وذلك لإيراداتها الخارجية. لولا الخسائر من العملات الأجنبية، نتفليكس كان ممكن أن تسجل نمو في الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي. نتفليكس توقعت أنها تضيف مليون مشترك في الربع الثالث، وهذا ممكن يكون خبر جيد جداً للمستثمرين في الشركة بعد كل التقارير والتوقعات المخيبة للآمال من الربع الأول. من المتوقع أيضاً أن يتباطأ نمو الإيرادات إلى معدل سنوي 5% فقط، وهذا يعتبر غير جيد بالنسبة لشركة كانت تنمو مبيعاتها بنسبة 16% خلال العام الماضي. أداء نتفليكس حتى الآن في عام 2022 يثير بعض التساؤلات حول نموذج عمل الشركة. اتجهت الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم إلى الخدمات القائمة على الاشتراك. مثلاً BMW بدأت في تقديم خدمة اشتراك لتدفئة المقاعد في سياراتها. مع ذلك ظهور نماذج الأعمال هذه والتي تقوم على الاشتراك على كل شيء من خدمات محتوى وتوصيل مطاعم وغيرها تجعل المستهلكين يشعرون بالإرهاق، خاصة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عام. ولهذا السبب نتائج الربع الأول لنتفليكس كانت صادمة وأدت إلى أكبر خسارة في يوم واحد لأي سهم بالسوق. خلال 6 أشهر الماضية ألغى حوالي 35% من الأمريكيين اشتراكات شهرية بصورة عامة، وقال 36% أنهم يخططون في إلغاء اشتراك إذا استمرت الأسعار مرتفعة، وهذا وفقاً لاستفتاء قامت فيه CNBC. سوق الاشتراكات فيه الكثير من الأخطاء في الفترة الأخيرة. شفنا منصة CNN Plus أغلقت بعد أقل من شهر من إطلاقها. مع مخاوف الركود العالمي قامت الشركة ببعض الإصلاحات، حيث قامت بتسريح 300 شخص في يونيو وقبلهم 150 شخص في مايو. قررت نتفليكس طرح نسخة أرخص مدعومة بالإعلانات خلال الربع الرابع من هذا العام. هذه الخطوة هي تطمح لزيادة الإيرادات فيها، لكن النظام الإعلاني كبير ومعقد، ومنافسين نتفليكس اللي يستخدمون الإعلانات يتقدمون عليها بسنوات. إذا حدث ركود فمن المحتمل أن تشهد نتفليكس تراجع أكثر في قاعدة مشتركيها، وذلك قد يمثل مشكلة للشركات التي تعمل بنظام الاشتراك، مع العلم أن نتائج هذا الربع تبين أن الانكماش الاقتصادي ليس بالسوء الذي كان يخشى منه. هني وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم على خير وفي أمان الله.